تقول: عندما يبول الطفل أكرمكم الله على فرشة المنزل الثابتة، فهل يكفي سكب الماء عليها وقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أم ما هي الطريقة الصحيحة لذلك؟ جزاكم الله خيرا. الفراش إذا تنجس فإن كان يمكن غسله وعركه بالماء حتى تزول النجاسة وجب ذلك، وإن كان ثقيلا لا يمكن رفعه وعركه بالماء فإنه يصب ويكاثر عليه الماء ويكفي. وأما قول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فهذا لا محل له في هذه الحالة، إنما يكفي صب الماء حتى تزول النجاسة. نعم، أحسن الله إليك.